18 عاماً من البحث المتواصل من قبل الـ FBI عن الشخص الذي فجر الجامعات والطائرات والشركات دون معرفة اسمه أو شكله أو عمره أو جنسيته أو عرقه، وعرف فقط باسم مفجر الجامعات والطائرات، حتى اتضح أنه ابن الطبيعة وعدو الصناعة والتكنولوجيا. قصة أخطر قاتل متسلسل في أمريكا. تيد كازينسكي العبقري المجنون. منتصف العام 1996 أول صورة تظهر للقاتل المتسلسل الذي لا يعرفه أحد. ابتهاج وسط مكاتب الـ FBI، وراحة في البيت الأبيض، وأمان عم الجامعات والمطارات وشركات التكنولوجيا. إنها ليلة القبض على المجرم، وتحت عنوان ملحمة العبقري المجنون نشرت نيويورك تايمز قصة تيد. ولد تيد لأبوين بولنديين أمريكيين في ولاية شيكاغو العام 1942. له شقيق واحد من أبويه اسمه ديفيد. نشأ تيد كطفل عبقري حتى أن مستوى ذكائه فاق ذكاء العالم أينشتاين، وبعمر 16 فقط تمكن تيد من الحصول على مقعد في جامعة هارفارد الأمريكية. لم تمض سنوات قليلة حتى حصل من الجامعة على شهادة دكتوراه في الرياضيات، وفي 25 من عمره أصبح أستاذا للرياضيات في جامعة كاليفورنيا. عرف عن تيد الشاب ميله للعزلة وعدم الاختلاط بالآخرين، حتى أنه بعد فترة وجيزة استقال من الجامعة واتخذ لنفسه كوخا قرب الغابات في شيكاغو، يضم مزرعة صغيرة لينقطع عن العالم نهائيا. عاش تيد بدون كهرباء، واعتمد في طعامه على ما تنتجه مزرعته فقط، وكان يستخدم الدراجة الهوائية للتنقل من مزرعته لأقرب المكتبات في القرى المجاورة له. في تلك الفترة نمت لتيد أفكار غريبة تتعلق بكره التكنولوجيا والتقدم الصناعي، واعتقد أن التقنية والتطور أكبر عدو للإنسان، وهي تساعده على الخمول والكسل، وأصبح يعادي الحكومة التي تشجع الصناعة والشركات العاملة في هذا المجال والجامعات التي تعمل على تدريس هذه التخصصات والمطارات والطائرات. وازداد تعلقه بالطبيعة وحبه للأشجار والحيوانات، واستمر على ذلك 10 سنوات حتى أصيب بالاختناق من عزلته، فقرر أن يعطي لنفسه فرصة إعادة الانخراط في المجتمع، وعاد ليستقر مع عائلته العام 1977. محاولة تيد باءت بالفشل ولم تدم إلا عاما واحدا، عاد بعدها لكوخه وطبيعته. لكن شيئا ما حدث، حيث قرر أن يشن حربه على المجتمع مستخدما ذكاءه وعبقريته. بدأ بتصنيع أولى قنابله اليدوية، وأرسلها بطرد بريدي لجامعة نورث ووسترن، وانفجرت بيد أحد أفراد الأمن الجامعي. بعد شهور أعاد الكرة واستهدف نفس الجامعة، وفي نفس الفترة استهدف بقنبلة أيضا عبر طرد بريدي رئيس شركة يونايتد إيرلاينز الذي أصيب بجروح طفيفة. بعد هذه الموجة من التفجيرات تحرك مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI لتبدأ رحلة بحث عن قاتل مجهول عرف ملفه باسم مفجر الجامعات والطائرات. ومع قدوم العام 1982 كان تيد قد أصبح أكثر شراسة، وطور قنابله لتصبح أكثر دموية، ففجر مكتب سكرتير جامعة فاندربيلت وتجمعاً لأساتذة جامعة كاليفورنيا. ثم حملت السنوات التالية مزيداً من التفجيرات، وصلت لمقتل مالك متجر كمبيوترات، ثم تضاعفت أهدافه لتشمل جامعات أكثر وشركات ومصانع وطائرات، وتسبب بجرح المئات ومقتل عدد من أصحاب وملاك وتجار هذه القطاعات. وأبرز الشركات المستهدفة كان مقر شركة بوينغ. وبالرغم من الجهود الهائلة التي بذلها محقق الـ FBI على مدار 20 عاماً، لم يتمكن أحد من معرفة أي دليل عن القاتل المتسلسل، فقد كان تيد يصمم هداياه القاتلة بطريقة يصعب تتبعها، ودون الاعتماد على المواد الكيميائية أو أي أدوات حديثة أو متطورة، واعتمد فقط على الأشجار وعناصر موجودة في الطبيعة.
أراد تيد من قنابله هذه إيصال رسالة واضحة للأمريكيين مفادها عليكم التوقف عن الصناعة وتخريب الطبيعة، حتى أنه في العام 1995 نشر مقالة في صحيفتين في الولايات المتحدة بعد تهديد العاملين بها في حال منع نشرها دون أن تعرف هويته. تضمن المقال فلسفته ورؤيته لمشاكل المجتمع المعاصر وحلول لهذه المشكلات، ما دفع السلطات الأمريكية لرصد مكافأة بداية وصلت لمليون دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد بالقبض عليه. العام 1996 بعد رسالة أرسلها تيد لإحدى الشركات نشرتها وسائل الإعلام، تمكنت زوجة أخيه ديفيد من التعرف على هوية مرسلها لمعرفتها المسبقة بتنظيرات تيد وأسلوبه، ليقوم ديفيد بالتبليغ عن شقيقه ويتم اعتقاله من مزرعته ويحكم عليه بالسجن 8 مرات مدى الحياة، وما زال حتى الآن قابعا ضمن حراسة مشددة، إلا أنه تمكن فيها من إصدار كتابين لاقا رواجا هائلا بعد أن بات له معجبين كثر منهم يزوره في سجنه للاستماع لأفكاره ونظرياته.